بكلام لازم لسه حضرتك كنت بتتكلم عاطف لو سمحت حاول تجيب لنا الكابتن عصام عبد الفتاح عشان نكلمه في هذا الموضوع. عايزين هل بالفعل عايز اعلق بس على الموضوع ده لان وصله ولا ما وصلوش ايه اللي حصل في مفيش ماتش هيمشي بعد فبعد اذنك حاول تجيبه لنا. انا لسه زي ما بقول لك يعني ان ده ناقوس خطر. المنظر اللي احنا شفناه النهارده ده انا ما شفناش الاحداث اللي باشمهندس محمد بيتكلم عليها. خلي بال حضرتك ده ممكن جدا في ماتش اهلي. انا بتكلم بقى على الاهلي تمام لان انا دلوقتي في قناه انا هتكلم على الاهلي. ممكن الماتش الجاي في الاهلي يجي جون يقول لك طب تعالى شوفه من اللي يقول اولا ده زي ما بيقولوا بالبلدي عاملين فار على الضيق مثلا يعني مع بعض كده ولا ده الكلام ده طبعا ده على افتراض طبعا المهندس إن القصة محمد عادل يعني راجل فوق دماغنا وكل حاجه بس ولكن هناك طرف اخر فيعني برضو لو حضراتكم تقدروا تجيبوا لنا الطرف الاخر عاطف برضو معلش عشان كده اصل الموضوع يعني مش طرف واحد. انا عايز اقول لك حاجه في مباراه